ميركاتو أرسنال، ميركاتو المدفعجي جميل جدا وبخواه ثابت ومدروسي نحو عودة أرسنال لمكانته الطبيعية، نحو عودة ثالث أكثر نادي فاز في الدوري الإنجليزي لسلم الألقاب مع المدرب أرتيتا، والأهم من هيك مع مدير رياضي فهمان وعارف وعاشق للنادي ولاعب للنادي هو إيدو. بهاي الحلقة رح نحكي عن أهم صفقات أرسنال وأهميتها وشو الفائدة اللي حتقدمها، وبنهاية الحلقة حنحكي شو توقعاتنا لموسم أرسنال. بس لازم إنك تعمل لايك وتشترك وتفعل زر الجرس، وبالإضافة إنك تروح تتابع حساباتي بالسوشيال ميديا لأن النشاط فيه أكثر، حتقرأه بالتحت. لنبلش. السلام عليكم، تحياتي كالعادي من هاي القناة، قناة ياي فوتبول، محدثكم يحب ويضاني. حلقتنا عن أرسنال. قبل ما نفوت بالصفقات الخمسية اللي عندنا اليوم، خلينا نقول يا أخي إنه أرتيتا ما عنده أي عذر بصراحة. إذا مات أهل الموسم القادم لدور أبطال، يعني لازم يكون ضمن أفضل أربع أندية. عم أحكي من حيث الميركاتو، لأنه هاي الصفقات اللي إجت وهاي الأموال دفعت كلها بطلب شخصي من أرتيتا، والأهم بصراحة إنه كل اللاعب اللي ما بده إياهم تخلص منه، بدأها من الموسم الماضي أوباميانج إلى برشلونة ولاكازيت وغيره، اما اعاره او انتقال حر. يعني بالمختصر عمي ارتيتا الموسم الجاي ما عندك اي عذر، بدنا اداء وبدنا نتائج وبدنا مركز مؤهل لدوري الابطال، ما تروح تعملها مثل الموسم الماضي تطلع قدام توتنهام. والان الى الصفقات، ولنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش باول صفقه. اولا البرازيلي خيسوس قادما من مان سيتي بقيمه 55 مليون يورو. ثانيا البرتغالي فابيو فيرا قادما من بورتو بقيمة 35 مليون يورو. وثالثا عندك الأوكراني زينشينكو أيضا قادما من مان سيتي بقيمة 32.5 مليون يورو. وبالحالة الرابعة عندك الحارس الأمريكي ماتيرني بقيمة 6.5 مليون. وخامسا البرازيلي ماركينيوس قادما من ساو باولو بقيمة 3.5 مليون يورو. ها هم الصفقات الخمسة يلي موضوعنا اليوم. بصراحة كنت منتظر أنهم يخلصوا مع صفقة كان بوجهة نظر أنها تعمل نقلة نوعية خرافية في أرسنال. البرازيلي ماركينيوس مليون بس أتوقع في مشاكل بالصفقة، بس قلت لازم صور ونزل حلقة لأنه حيبدأ الدوري. لنبلش نتكلم عن خيسوس. أرتيتا أنت كان عندك أوباميانج الموسم الماضي بعته لبرشلونة، ولا كازيت طلع بانتقال حر ومجاني إلى ليون. شو الفرق؟ أوباميانج بيسجل أهداف، لاكازيت قدام مرمى لا يرحم. وبيميز خيسوس عن لاكازيت وعن أوباميانج بصراحة وانضباطه بالتدريبات. وأيضا خيسوس تكتيكيا مهم جدا للفريق. نالكون أوباميانج سجل أهداف ولاكازيت، ولكن خيسوس بيحسن يطبق أفكار أرتيتا أكثر منهم. نحن نعرف فكر أرتيتا بخط المقدمة أنك لازم تطبق ضغط عالي، والأهم أنه أرتيتا أسلوبه بحب الحركية، بحب اللاعب يرقد بكرة ومن دون كرة. خيسوس من أكثر اللاعبين اللي بشبهه بكريم بنزيما، بيطبق ضغط عالي ببلش من عنده طبعا مع خط المقدمة اللي معه مع خط الوسط. هاد شي شفناه في كل وديات أرسنال، وأيضا الحركية تبعيته ممكن يلعب لك كجناح، يصير في تبادل بمركز، يصير في تنوع في خط المقدمة، يترك المساحة للأجنحة لأنها تدخل لمنطقة الجزاء وتسجل أهداف. وبالمناسبة هداف أرسنال الموسم الماضي هو ساكا برصيد 11 هدف. الهدف من هذا التعاقد رفع جودة الفريق وزيادة الأهداف وتطبيق تكتيك أرتيتا 100%. أنه ما ممكن فريق بده ينافس على التوب 4 في الدوري الإنجليزي يكون هدافه بس عنده 11 جول حتى لو كان جناح، لأنه الأندية الثانية اللي حتنافسك من سيتي من ليفربول من توتنهام لاعبين أقل شيء المهاجم تبعه عم يجيب له 18-20 جول بالموسم، فأنت بحاجة لاعب اما يزود لك عدد الاهداف تبعتك بالموسم وبالتالي تحقيق نتائج وقوه لخط المقدمي، وانك توزع عدد الاهداف على اكبر عدد من اللاعبين مثل ما بنشوف بمانشستر سيتي، وهذا هو فكر ارتيتا. اما الصفقه الثانيه صفقه فابيو فيرا، بصراحه شفت له مقاطع وقريت عنه كتير، اللاعب تكاد انك تشك انه اللاعب باي قدم بشوط، هل هو بشوط باليمين او هو بشوط بشمال؟ طبعا هو بشوط بشمال بس بخليك تحتار. وايضا التنوع تبعه وحس الابداع، لاعب بذكرك مسعود اوزيل، بذكرك بإنيستا، بذكرك بمودريتش، يعني لاعب مبتكر، لاعب خروجه بالكره سلس جدا من تحت الضغط. يعني في حال فريق عم يطبق ضغط عالي على ارسنال هو خير اللاعبين ومن افضل اللاعبين بالبرتغال يلي بيطلع بضغط عالي باسلوب سلس. وايضا الجماليه تبعيته انه بامكانه يلعب جناح، بامكانه يلعب وسط متاخر، لاعب محور بيكون في ضغط عالي، لاعب يلعب باي خطه مهما كانت 4-2-3-1 4-3-3 3-2-3-2 5-6-1 10-15 باي خطه، ما بيتاثر وسريع الانسجام على المجموعه تبعه. يعني لاعب جودي تبعيته عالي جدا، وهذا الشيء بيعطي تنوع واضافي جدا لارتيتا. كيف ما بدك تلعب هذا اللاعب
بالخطة موجود. قبل ما أنت لموضوع زينشينكو لازم ذكرك وأقول لك هذا اللاعب شفت له مقاطع، شفت له مباراة واحدة أنا مع بورتو ولكن ما كنت مركز فيه كتير الموسم الماضي، ولكن هذا الكلام بناء على المقاطع وبناء عن كلام الصحف البرتغالي والإنجليزي. زينشينكو واحدة من أهم الصفقات، اللاعب غالبا وتعاقد معه على أساس يشغل مركز الظهير الأيسر، ولكن أيضا تكمل الجمالية إنه هو متعدد المراكز. اللاعب ممكن يلعب كظهير متقدم، يعني كلاعب وسط رابع بخطة 3-4-3 يلي ممكن نشوفها من أرتيتا في بعض المباريات من هذا الموسم، ممكن يجربها، ممكن يبني عليها أفكار مهمة جدا في مباريات معينة. واللاعب بالحالات الدفاعية وقت يكون لاعب الوسط، واحدة ميزاته إنه لاعب بإمكانه في الحالات الدفاعية يغطي مكان لاعب المحور أو حتى مكان قلب الدفاع. اللاعب قصير مكير وقوي بدنية جبارة، ومع قدوم زينشينكو الأفكار الهجومية حتكتر وصناعة الأهداف حتكتر، لأنه اللاعب وقت بيكون الطابي بين أقدامه بيعرف يطلع بشكل صح، أما بتمريرة والعرضيات تبعيته عرضيات مدروسة جدا. وأرسنال ممكن كمان يستفيد منه بالكرات الثابتة، متميز جدا بالكرات الثابتة، أنا عارف في أوديغارد، بس هذا بيبقى حل وتبقى ميزة عند اللاعب. أما الشيء السلبي بصراحة بشايفه بصفقة زينشينكو في الحالة الهجومية قلنا أموره تمام، وقت بيكون الفريق مضغوط عليه، يعني بيكون الخصم عم يعمل ضغط على أرسنال أموره بخير عادي جدا. الفكرة وقت بيكون الخصم عم يلعب كرات مرتدة مساحة تبعيته ما بعرف كيف ممكن يحلها أرتيتا، لذلك عم أقول ممكن بوجود زينشينكو تشوف أرتيتا يلعب 3-4-3 في بعض المباريات، لأنه هاي الخطة حتقلل مهامه الدفاعية وحيكون شوي ظهره محمي من قلب الدفاع يلي موجود. وأيضا أرسنال عزز بحراسة المرمى الحارس الأمريكي مات تيرنر، هذا الحارس حيكون بديل لرامز دير، لأنه رامز دير الموسم الماضي أعطى قوة وهابي لخط دفاع أرسنال، على الرغم أنه في المواعيد الكبرى كان يتصرف بردة فعل وكان يكون في توتر وأخطأ، ولكن تفوق على الحارس المرمى لينو وأخذ منه المكان الأساسي. وبتصوري بعد ما أرسنال تعاقد مع الحارس الأمريكي هاي رسالة لينو لا إعاقة تاني، لأنه أرسنال محدد سعره بعشرة مليون. آخر صفقة عندنا إياها هي البرازيلي ماركينيوس، مركز المهاجم، اللاعب قصير مكير ما حياخذ مكان الأساسي وما حيكون له أدوار واضحة في الملعب، ولكن هي صفقة للمستقبل. هدول هني أهم صفقات أرسنال. طبعا في لعيبة إجت من الإعارة مثل ويليام حتشكل إضافي اللي كان في مارسيليا الفرنسي، ولكن عندي تعقيب صغير أو ملاحظة صغيرة شوف من خلاله أنه هذا المشروع مهدد بالانهيار وممكن ما ينجح. وجيت طلعت هاي المجموعة كلها مجموعة شابة ومجموعة للمستقبل، وهذا الشيء حلو جدا، ولكن المجموعة الشابة في كرة القدم لازم يكون فيها لاعبين 3-4 خبرة، لأنه أنت في بعض المباريات وفي بعض الدقائق وتحديدا بالدورة بحاجة اللاعب الخبرة يلي خلص لك 10 دقائق وانت فايز بنتيجة 1-0، بحاجة لاعب يلي هو يكون مدرب في أرضية الملعب، لأنه من خلال متابعتي لكرة القدم من عام 2008 إلى يومنا هذا أشفت أي مشروع يبنى على الشباب، في شباب وفي لاعبين خبرة، هاد الشيء اللي أنا شفته ما بعرف، وهذا تحدي أيضا إلى أرتيتا كيف حيكون شكل أرسنال الموسم الماضي وشو الإنجازات اللي ممكن يحققها. هذا الخوف البسيط يلي عندي أو الملاحظة، لأنه ممكن ما نشوف أرسنال بالتوب 4، أما من ناحية الميركاتو مثل ما ذكرنا من القديم ميركاتو ممتاز جدا، ولا يوجد أي عذر لأرتيتا لأنه الصلاحيات كلها عنده. لو إيمري ما أخذ هاي الصلاحيات في أرسنال أنا كنت متأكد أنه كان حيوصل لدور الأبطال، كنت حتشوف أرسنال مختلف تماما. إلى هنا تنتهي الحلقة، انت شو رايك بميركاتو أرسنال؟ واحكي لنا في أي مركز بتشوف أرسنال الموسم القادم. برجع بذكرك لازم تروح تتابع حسابات السوشيال ميديا، وطبعا تعمل لايك اشتراك وتفضل علينا إذا تفعل زر الجرس وبتشير الحلقة. سلام.